مديك السيكونس بتاع البي 1 ايه 1 مايكرون ومديك الار 5 في 10 اس 4 ويقول لك هات الايتا ماكس. تمام الايتا ماكس ما اجيبه منين إيه؟ امتى ده يبقى ماكسيمم؟ اعمل كل حاجه افرض كل الفروض اللي تخلي لك الايتا دي ماكس. تعالوا خطوه خطوه الايتا بتساوي 1 ناقص ار يبقى انا محتاج الار ايه؟ 0 محتاج ان انا ما يبقاش عندي في ريفليكشن ريفليكشن نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا خطا. يبقى اول حاجه افرضها ان الار تكون بتساوي 0 محتاج ايه تاني؟ الاكساي دي تبقى ايه؟ 1 ايه كمان؟ صح؟ طيب وايه اللي انا محتاجه تاني؟ الاكس هو من الدهان كنا هنزله ليه بقى؟ خلاص هو بيقول لك وزن المعلومات اللي عندك دي هات شوف ايه اللي يعمل لك ماكسمايزيشن خليتي الفا معايا الاكس معايا اكس ماينس الفا اكس غصب عني موجود وده يمين الدبليو هو بيقول لك هو مش قايل لك سمك للدبليو يبقى انا اقول ان انا عشان احصل على ايتا ماكسيموم يبقى الدبليو عندي افرض ان هي تبقى كام؟ يبقى انا عايز الدبليو والفينيتي تمام؟ مع كل الفروض دي اقدر اطلع ان الايتا برضه الماكسيموم فاليو بتاعتها 0.5 ده اللي هو لو عملت كل الحاجات دي خليت الار بصفر والايتا بواحد كبرت الدبليو ان هي بقت ما لا نهايه اقصى افشنسي اعرف اجيبها دلوقتي هي كام؟ 0.985. طب بيقول لك تعالى بقى لحاجه مور رياليستيك. انا دلوقتي بقول لك عايز الافشنسي بتاعتي تبقى 0.8. ايه اقل سمك اعرف اعمله؟ ايه اقل سمك يحقق لي ان عندي الايتا دي تساوي 0.8؟ استخدم نفس الفرضين دول بس اسيب الايه؟ اسيب الدبليو اعوض فيها اقول ان الايتا بتساوي 0.8 بتساوي 1 ناقص ار ده 1 ايتا دي 1 يوس ماينس 5 ناقص 4 ربع سيكس 1 مايكرو 10 ناقص 1 يوس ماينس ار ده ومن المعادله دي جيب الدبل ان هي تبقى ايه؟ شوف الدبل بكام هتطلع الدبليو 36 مشكلة في الكلام ده؟ في مشكلة في الكلام ده؟ هتلاقوا المسألة بقى رقم 2 واحد واثنين وثلاثة وسبعة كلهم بنفس الطريقة بس مرة يقول لك ايدج مرة يقول لك سايد مرة هيقعد يديك مرة الايتا مرة يقول لك لا هاتها بنفس الطريقة أهم حاجة تبقى فاهم شكل الاستراكشر ايه والدايمنشنز اللي انت هتحطها شكلها عامل ازاي الكي بوينت سواء في السيمي كوندكتور ليزر او فوتو ديتكتورز عددهم سهل بس اللي انت تعرف تحط الدايمنشنز اللي هو مديها لك دي ازاي في المساله والفاليوز اللي هو مديها لك لكل قيمه دي تستخدمها ازاي. اي مساله عندك ما دام انت تعرف زي ما مش حدك عايز ايه رامو سيرا ايه؟ رامو سيرا رامو سيرا اللي هو في قصه سيمي ده اللي هو المعرف اللي هي اي اوف تي بيساوي ماينس كيو بي بص الحته دي يعني ايه؟ هي ببساطه شديده الحته اللي هي بتاعت السبيد ليميتيشن اللي هي فيها الرسمه دي الشيء هي دي انت بتعمل ايه؟ انت سرعه الديتكتور ده معتمد على ايه؟ معتمد على الوقت اللي هياخده الالكترون اللي هيبقى جنريتد ده ان هو يتحرك من المكان اللي هو جنريتد فيه لغايه ايه؟ لغايه طرف من اطراف الايه؟ البي ان جنكشن صح؟ فده معتمد على مين؟ معتمد على سرعته صح ولا غلط؟ تاني طب عشان اسمع في مشكله في المساله دي؟ طيب في جزء اسمه سبيد ليميتيشن هتلاقوه في المحاضره صفحه تقريبا حلو؟ انت عندك في تو ليميتيشنز على السبيد ان انا اقدر ابص على الديتكتور ده ان هو ليه ديبليشن كاباسيتنس وريزيستنس وهو عباره عن ار سي سيركت فالباندوث بتاعه بيساوي 1 على 2 باي ار سي وهتلاقوا ده الكلام ده موجود في المساله رقم كام؟ في المساله رقم 4 تقريبا حلو؟ هتديك الار وانت
تجيب السي وتعرف تجيب السي دي بي بنت. طب ايه الليميتيشن الثاني؟ الليميتيشن الثاني نتيجه سرعه حركه الالكترون. يعني يعني انا دلوقتي مش عندي اهو هنا في الالكترون وهو اللي هيجنريت صح؟ كل واحد فيهم هيتحرك في عكس الاتجاه بتاع الثاني. سليم؟ طيب على حسب سرعه الالكترون وعلى حسب سرعه الهول هياخد وقت ان هو يروح من هنا لهنا اللي هو هياخد يروح من هنا لايه؟ من هنا لهنا صح؟ فده كده ليميت. انا دايما محتاج ان انا استنى الالكترون في وقت من ساعه ما الالكترون يبقى جنريتد لغايه ما يروح لايه؟ لغايه ما يروح للطرف. حلو؟ الوقت ده بحسبه بسرعه الايه؟ بسرعه الالكترون اللي هي الرسمه اللي موجوده. هتلاقوا الكلام ده مشروح في نص صفحه في الكتاب اللي هو الايه؟ الصفحات اللي عندكم في الشابتر. الاثنين لازم يوصلوا للايه؟ عشان كده هتلاقي الرسمه اللي هو ايه؟ دي كان الالكترون هيكون وصل خلاص بعد كده هي ايه؟ الالكترون هيوصل بعد كده. جاي بالثاني وجاي عوضت ازاي وبعد كده عوضت المطلوب ايه؟ طيب هيأثر في ايه؟ هيأثر في ان انا عندي دلوقتي مش عايز اخد السنه الجايه الوقت ما بين ان الالكترون الفولتر يخبط فعلا